تطورت العدسات على مدى التاريخ وتتبعت تحسينات عليها وصنفت بأنواع على حسب الاستخدام والحاجة. أولها العدسات اليومية والتي يتم ارتداؤها مرة واحدة ثم التخلص منها، توفر أعلى مستوى من الراحة فلا تحتاج للتنظيف أو التخزين، مناسبة لمن يعانون من حساسية العيون. العدسات الشهرية والنصف أسبوعية تستبدل وفقا لجدول زمني منتظم، تتطلب التنظيف والتخزين، عادة ما تصل المدة الموصل لارتدائها من 8 إلى 12 ساعة يوميا. العدسات التي يمكن ارتداؤها لفترات طويلة بما في ذلك أثناء النوم، وهي مصنوعة من مواد تسمح بوصول كمية كافية من الأكسجين إلى القرنية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.